ليكي تارا، إذا مصرة إنه ما تردي علي، أنا رح إجي على بيتكن، وبتعرفي منيح إني أنا بعملها. ليكي تارا، إذا مصرة إنه ما تردي علي، أنا رح إجي على بيتكن، وبتعرفي منيح إني أنا بعملها. شو مشكلتك معي بلال؟ بصراحة حابب شوفك، بس أنا ما بدي شوفك أبداً، ولا حتى بدي أحكي معك. بترجاك لا عاد تتصل فيني. إذا مصرة أنك ما تسمعيني تارا، صدقيني أني أنا رح ضل أتصل فيكي. طيب معناتها رح أعمل حظر لرقمك وأخلص منك. إذا بدك تحظري رقمي بهاي الحالة، ما رح تتركي لي أي حل تاني أبداً غير أني إجي لعندكن، وأنا ماني حابب أحكي معك قدام حدا، لهيك ضروري أنه نقعد سوا. تارا قرري يلي بدك اياه وانت حرة. شو بدك؟ ما فيني احكي على التليفون، لازم شوفك. ليش ما فيك تحكي؟ وين المشكلة إذا قعدنا؟ شو أول مرة بتتعرفي علي؟ ما انت بتعرفيني منيح إني ماني تبع تسلاية ولا هذا الحكي الفاضي. ليكي كوني متأكدة تارا، أنا نيتي صافية اتجاهك، صدقيني. بس بدي ساعدك، يعني كصديق مو أكتر، وهات كل شي. وين بشوفك؟ ماشي، طيب. رح أمسكك مسك اليد.